انت ناوي عندك نيه في التمثيل في النهائي ولا برا؟ لا برا البرنامج. انا اقول لك مثل ما قلت للنواف نفس السؤال. بعلمك انا اقول لك اذا صدق لقيت الموهبه دي فيني صدق واحتاج يحتاج لها تطوير وتنميه طيب بعيشها. التمثيل يعني نكون صريحين لازم يكون فيه تنازلات شوي، ممكن يعني تنازل عن من بعد او من بعض مبادئ. فاهم على ايوه فاهم فاهم يجي يوم شوف شوف وتنازل شوف شوف فاهم عليك ابو مناحي. المبادئ مبنيه ما راح يهدمها رجل او يضحي فيها رجل، يعني اسمح لي اقول لك ما في راسها شيء من المرجله. تمثيل غيرنا من الرجل مثلوا ولا جاهم كسور، لكن في بعض الكاركترات ما راح يمثلها، فهمت؟ فيه اذكر لقاء الفنان القدير الكويتي حسن البلام وله باع طويل نعم مسرح مجال الاعلام والتمثيل، قال ايش ندمت عليه؟ قال ندمت على حاجه واحده، وانا انصح من قدم للتمثيل لا يكرر الخطا اللي انا سويته اللي هو الكاركتر المراه. كاركتر المراه اما غيرها من الكاركترات اللي توصل رساله توصل شيء يضيف للمجتمع انا معه وانا بضد. انه يعني اجابته انه ما يستهزئ بنفسه وكذا. اي على حسب الكاركتر. ها استنقص من عمرك بالتمثيل؟ لا ما راح استنقص عمرك بالتمثيل. اي ولد توصل الشعر. اشكركم على ذي اطلع من طب هذا هل معك جوال ابو ناحي؟ اي عند الاداره. غير الاداره؟ لا ما عندي جوال. ها؟ بس ابو مناحي بسألك سؤال عشان عدد قليل. ابو مناحي بكل صراحه انا اتجرد من شخصيه عرفان المحب الصادق مع فهد مناحي. الان انا عرفان اللي يسال محمد بن مناحي وجابه بصراحه. وين كنت امس الساعه 11:30 الظهر؟ اليوم الصبح الساعه 11:30 الظهر. والله 11:30 بالظهر. والله طال عمرك وصيت لي شو اسمه السواق ما عينته وقمت طال عمرك. لا والله انا نسيت تعبان فرحت وخذيت الدجاج من عند طبخته وطبخته زين. هل يوم طبخته انا بالدرجه هنا يوم طبخته وجاك العامل يصيح يقول لك في ريحه حريق وش انت مسوي؟ ولا بجاوبهم انا؟ انا اللي بجاوب. محمد هو اللي ندري ما راح يتجرأ يقولها. اليوم قام الظهر خذ دجاجه وحط بهارها وحطها وقام يغليها وحط معها ما شوي. يوم تلفت ويعين سلطان اسمي جايب توست وجبن حمضيات. يقعد ياكل توست وجبن وحمضيات على ما تخلص الدجاجه، ترى الدجاجه تبخر الموضوع. هو العود داق والله العظيم. هو العود داق بالتوست وجبن ياكل حمضيات ويسولف مع العامل وتوست جبن حمضيات. يقول العامل انا شميت الحريق. يقول ادري وش هو. يقول فخبيت داخل اشوف الكنترول. يقول فرجعت الكنترول معي. يقول انا محمد مناحي معطي المطبخ ظهره والمطبخ يقول كذا الدجاجه سلطان دخلني جو في سالفه وقمنا حشي جبن ونسولف حشي الدجاجه تحترق. محمد بن احمد قال دقق محمد فازع لها. قال وين ما تقول والله ما دريت انا كنت ابي جويع وعينت التوست دقيت فيه اخذت الدجاجه. سم ايه عيوني انت يا خال هباس انت رقد هباس. سؤال صعب. لا هذه دين سؤال صعب قوي قوي بالحيل. محمد مناحي تعال نبي نسالك. ما قلت ما قلتكم الحين اذا اول شيء الله يرحم والدتك. الله يجزاك خير يرحم موتى موتى المسلمين. محمد مناحي اذا احد مثلا ذكر الام ولا شيء يتاثر داخليا ويقوم من الجلسه ما يجلس. شوف لعل في شيء من الحزن في النفس ولكن ما ابي ابين للجمهور حزني وكذا لي يراني باستعطاف او يراني بعين العاطفه. لا انا صح اني حزين وصح اني وصح اني كابد الحسن هذا بيني وبين نفسي، ولكن لو ايش يقول الاول يقول الاول بك بيرد غالي بك سيلت وادي ما بعد سال سيل. صح هذا امر الله وراضين بقضاء الله وقدر، ولكن في شيء من الحزن
في شيء من الحزن، انك فاقدن احد والديك ويدعمك في الحياه ولا عشت مع طفولتك ولا عشت يعني شيء من الحزن. والله يرحم موتى موتى المسلمين اجمعين. شاكرين لك وقتك يا ابو مناحي واعطاك فرصه لنا. دوري دور هباش. بسالك يا ابو مناحي اتحداك واتحداك تجاوب. خالد نبيك تسال. طيب بس اسال هنا. عرض عليك عرض سينمائي خارج يعني في هوليود، يعني هل راح تتخلى عن مبادئك؟ هوليود وش هوليود؟ هوليود سينما وما سينما شيء مفتوح ما 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 هو تحت سمله وش مثل دور وش ما في دور مسلسل يعني ما هو تحت ضوابط اي شيء كذا. شوف 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 السؤال ذا من خالد. شوف سؤال والله ما ادري. شوف فهمت عليك. هو التمثيل لازم الان اول شوف اول انا ودي اسرق الاجابه يا اخوان عشان لا طيب قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. اولا احنا نعم في نعم كثيره. نعم وننعم بحكام من الله يعزهم ويعز عليهم في تطوير هذا الصرح العظيم اللي هي المملكه العربيه السعوديه من مواطنين ومن مقيمين ومن انهاض البلده. نقلت المملكه خلال تقريبا 10 سنوات نقله نوعيه كبيره، واضافه لها بملك الحزم والعزم الملك سلمان عبد العزيز وصاحب الرؤيه وصاحب امير الشباب ولي العهد. يعني حنا انتقلنا من 2020 ل 2030 في حضاره، وحنا بعد جينا 2030 تطورنا بما تعنيه الكلمه، فكرا حضارا لبسا منطوقا كلش. فانا اشوف اذا انا اديت اداء حسن وبضيف شيء كبير في التمثيل واشوف انه مسار ورزق لي، ليش لا؟ صدقني صدقني اللي حولك وانت تصعد القمه والله ما راح يصفقون لك اثناء صعودك، ما راح يصفقون لك. تدري ليه وقفت في القمه؟ هم يحاولون انهم يتمسكون بيك، بس اذا صعدت في القمه وقدك فوق راس الاشهاد يبونك في موقف، يبونك في في امر، يبونك ما راح يقدرون لسلبيه. من ناحيه بس توضيح، انت انا ادري وش في خاطرك وش جو وش سؤالك ذا له، لكن ابوضح لان يمكن الناس ما يفهمونه جمهور، لان السؤال موضح جدا. انت تقول لي حولك، اللي حولك من اقاربك ولا مجتمعك؟ لا اتكلم عن اللي هم غير قابل نجاح محمد مناحي، سواء من المجتمع سواء يعني من اقاربك سواء فاهم اللي يرى والله انا ما بي هباس، ما بي عفان، ما بي سين حاتم خالد، ما بي ينجح صديق من بعيد ولا قريب؟ قريب ولا بعيد ما راح يصفق لك، صدقني ما راح يصفق لك الا اذا جيت. ممكن حتى لو وصلت القمه بيقول ما هو مصفق لك. في البيان ابو فهد تعال ارجو عدم الاجابه.